هذا عمره 3 سنوات، هذا 3 سنوات هسه وقاعد إنتاج من عنده ومردود مادي يعني ما شاء الله أكثر من نخل. يعني عندنا هسه هذا التفاحي جملة من 5000 إلى 7000 كيلوة سعر الكيلو. النخل عندنا هسه أكثر شيء البرحي، أمس قاعد خذيت تمر برحي الكيلو ب4000. ما يصير حتى من تطيها ماي مالح الثمر نفسه، واحتمال اكو احسن من عنده. اما النخله اذا تطيها ماي مالح باستمرار ماي مالح الطعم مالها ما يكون به طعم حلا اكثر، وما تكون كبيره اكثر بعد، فهذه احتمال تموت، احتمال تموت، واحتمال ما تعطيك الجوده اللي مثل ماي الحلو او ماي الطين اللي موجوده، لان احنا هنا ارض رمليه السدرة بيها يعني مثل ما تقول هي رقم واحد. النخلة ما أقارنها ويا السدرة كمسألة مادية، ما أقارنها ويا السدرة، لأن السدرة قلنا إحنا أول سنة من تزرعها وتركبها، السنة الثانية عندك أنت تصير إنتاج، عندك مردود مادي. النخلة وقلنا السدرة تجيبها بألف دينار، النخلة تجيبها ب150 ألف. زين السدرة أول سنة ثاني سنة تعطيك منتوج، النخلة بعد 5 سنوات أقل شيء 5 سنوات، فانتهى العمر هذا 5 سنوات، إيش راح تسوي بها؟ إحنا كلنا عندنا آبار توازية، آبار توازية، بس بالنسبة لي أنا هسه مسوي تحلية ماي آر أو. زين نطي ما يعني بالنسبة لي أعطي يومين ماي مالح، ماي مال أبار توازية، ويوم الثالث أعطي أسميها غسيل، أعطي الماي الآرو. أغلب العوامل اللي أثرت على عزوف الفلاحين على زراعة النخيل هو ارتفاع نسبة الأملاح في المياه، لأن ارتفاع نسبة الأملاح في المياه يؤدي إلى هلاك النخلة، قلة الاثمار، دمار النخلة، تلوث التربة بصورة عامة، يؤدي الى هجران اغلب الفلاحين، تركوا زراعه النخيل بسبب ارتفاع نسبه الاملاح، ونسبه الاملاح جاي من ترتفع جاي تلوث لنا التربه بصوره مستمره، يعني لا يمكن التخلص منها بسهوله، يعني المد الملحي اذا اجى لك ما يمكن بلحظه تتخلص منه، يراد لك فتره طويله على ما تخلص من الارض من الاملاح اللي موجوده فيها. هذا على من يأثر؟ يأثر على إنتاجية النخلة، يأثر على شكل النخلة، يأثر على نوعية الثمار، يأثر على نوعية المنتوج وعلى إنتاج المنتوج.